كورنر. هاي اي ماتش هيدا؟ 27 27 من اصغر طاولة بالعالم. هذاك عمك ترامب اجا. علي نمبر 1 صار بيعلم على شيء. إذا إجى امبارح قال إذا إجى قطعت بالهواء إجى قطعت بالهواء حتى نصبر الدري لاين إذا إجى بالهواء ما بيعصب إذا مش تاتش بالفلور لا أنت برا ومش دائر ومش اسمه لازم تلعب بالأرض ما تمشي طيب كيف هذا سهيان خلص حبه شو بقى جاي بالضبط التايم يقف على النك داون هذا نيو رولز ولا هون باوروبا لا مبين هذا نيو رولز طيب والليفتنج ذا لاك بلو ني نيو رولز ولا باوروبا هيدا لا بتنيو رولز طب ينسحب شو عمل شو بيعمل هيك كان عندي مشاكل بالسواد مع الاتحاد لكن سجلت اسمه عن هذا بالنسبة شو سجل هذا؟ شفنا عندي عند هو الدنمارك يعني هل يدرب عندك؟ لا أنا سجلت حطيت اسمي عنده عنده بالدنمارك؟ ستحكم بالدنمارك لا؟ عندك مشاكل مع الاتحاد؟ ما الاتحاد مش تحت ايه تحكي؟ بس نحن كلنا صعب الاتحاد عنده لا من شيء ثلاث سنين هلأ شو؟ انها ساتنا على الاتحاد